الآن مشاهدينا تبدأ الإثارة هنا في استاد غزة المحلة، والإثارة هي عنوانها ركلات المعاناة الترجحية في لقاء الكبار غزة المحلة والإسماعيلي لتحديد الفائز والمتأهل لدور الثمانية لبطولة كأس الرابطة المصرية. حمزة الجمل وجها لوجه أمام عبد الباقي جمال، والركلة الأولى لصالح نادي الإسماعيلي. الركلة الأولى الإسماعيلي بقدمين، بقدم باهر المحمدي. باهر محمد والحارس أحمد ميهوب، والركلة الأولى لصالح الدراويش والحارس ميهوب، والمخضرم باهر محمدي. باهر محمد والركلة الأولى إسماعيلي. باهر باهر ويحطها على يمين أحمد ميهوب. الركلة الأولى ينجح باهر محمدي في تسديدها. ركلة أولى سجلها نادي الإسماعيلي في مرمى نادي غزل المحلة. والآن الركلة الأولى بالنسبة لغزل المحلة كان ممكن يجيبها والله الحارس أحمد ميهوب، ولكن قوية وارتفاعها جيد من باهر محمدي. وهي طبعا الترقب والفرحة الموجودة على حمزة الجمل وعلى اللاعبين. أحمد الشيخ، أحمد الشيخ والحارس محمد كوكو، وركلة لغزل المحلة على طول أحمد الشيخ. الشيخ وحطها روعة على اليمين في ارتفاع ممتاز. نجح بتسديد الركلة الأولى لفريق غزل المحلة. 1-1 في لقاء المحلة والإسماعيلي في ركلات المعاناة الترجحية بين الكبرين. الركلة القادمة الركلة الثانية لصالح نادي الإسماعيلي، قوية وعالية وفي ارتفاع جيد، وكمان إلى حد ما بعيدة على إيد حارس مرمى محمد كوكو. الركلة الثانية الإسماعيلي، والركلة بقدمين، بقدم المهاجم التونسي فراس شواط. على طول فراس شواط والحارس أحمد ميهوب. فراس قوية صاروخية دينا في التسعينة، حطها جميلة جدا روعة في المقص اليمين في ارتفاع صعب وفي ارتفاع مستحيل على الحارس أحمد ميهوب. الركلة الثانية بيحطها نادي الإسماعيلي باقتدار، حطها قوية جدا جدا وعالية كمان في سقف المرمى في الزاوية المستحيلة على الحارس أحمد ميهوب. الركلة الثانية الآن لصالح نادي غزة المحلة، والركلة بقدمين، الركلة يا سادة بقدم قلب الدفاع اللاعب طاري سامي. طاري سامي والحارس على طول محمد كوكو. طاري سامي ومحمد كوكو وحطها روعة. الله 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 عليك يا ولد الله. طاري سامي والتصويبة القوية جميلة جدا جدا في المقص اليمين في زاوية صعبة وفي ارتفاع قاتل على يمين محمد كوكو. حتى الآن 4 ركلات جزاء ترجيحية على أعلى مستوى من لاعب المحلة والإسماعيلي حتى وقتنا هذا. 2-2، والركلة الثالثة لصالح إسماعيلي، والركلة بقدمين، بقدم الكابيتانو عمر طارق الوحش. عمر الوحش الوحش والحارس الوحش على طول. يا ولد يا ولد يا رايق يا رايق يا رايق يا عمر يا طارق الوحش، حطها روعة، حطها على الشمال وأحمد ميهوب راح على اليمين، حطها حلوة قوي بفكر عالي. 3 فريق الإسماعيلي. والركلة القادمة الركلة الثالثة بالنسبة لفريق غزل المحلة، حطها حلوة قوي عمر طارق الوحش بشكل عالي وبشكل ممتاز وبروقان كبير قوي. عمر الوحش حطها حلوة. يا شباب يا رجال، يعني الماتش حلو وماشي، الدنيا ماشية كويس، مش عاوزين تنشنة والعصبية، عاوزين سلوك رياضي محترم
وعاوزين دايما الهدوء سواء داخل الملعب او كمان في مدرجات من قبل كل جماهيرنا الحبيبة العظيمة، جماهير مصر الحبيبة. الركلة القادمة، الركلة الثالثة بالنسبة لفريق غزل المحلة، الركلة القادمة الثالثة بالنسبة لغزل المحلة، عمر طارق الوحش صاحب الركلة الثالثة الجميلة. والآن ركلة بقدم حميد ماو، حميد ماو والحارس محمد كوكو، اللاعب التنزاني واللاعب الدولي حميد ماو ومحمد كوكو. حميد ماو مش ممكن جول، يسجل الركلة الثالثة. حظك حلو يا حميد يا ماو، حطها ضعيفة وسيئة جدا جدا، ولكن تعدي من فوق قدم الحارس محمد كوكو. حظك حلو يا ماو، حظك حلو يا ماو، وحظك وحش يا محمد يا كوكو. الركلة الثالثة والتعادل الإيجابي حتى الآن 3-3 بين الكبار حتى في ركلات المعاناة الترجيحية. الركلة الرابعة، الركلة الرابعة للإسماعيلي، والركلة مشاهدينا بقدر الباك الشمال محمد دسوقي. محمد دسوقي الحارس أحمد ميهوب، دسوقي ميهوب، محمد دسوقي باك الشمال، وأحمد ميهوب حارس المرمى على طول، محمد دسوقي وأحمد ميهوب، وحطها جميلة في التسعينة في المقص الشمال، في المقص الشمال حطها روعة روعة روعة. الركلة الرابعة ينجح الإسماعيلي في تسديدها، والآن الركلة الرابعة بالنسبة لنادي غزل المحلة. الله عليك يا أرجنتين مصر، الله عليك يا برازيل العرب، متألقين مبدعين حتى الآن في ركلات المعاناة الترجيحية بكل تأكيد. الركلة الرابعة لغزل المحلة بقدم اللاعب كريم مصطفى، كريم مصطفى، كريم، وحطها جميلة جدا جدا. الله عليك يا ولد، روعة روعة روعة، حطها على الشمال، ومحمد كوكو راح على اليمين. كريم مصطفى يحطها مية مية في الشباك الحارس محمد كوكو. أربعة أربعة، أربعة الإسماعيلي، أربعة نادي غزل المحلة حتى الآن في ركلات العذاب الترجيحية، في ركلات الأعصاب الترجيحية. ربنا يكون في عون اللاعبين والمدربين والجماهير. الركلة الخامسة لنادي الإسماعيلي بقدم أحمد مدبولي، مدبولي والحارس أحمد ميهوب، أحمد مدبولي. يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، أقول لك إيه وأعد لك إيه، حريف ومهاري وفنان وأعصابك كمان من حديد. حطها جميلة جدا الركلة الخامسة لصالح الإسماعيلي. الركلة الأخيرة بالنسبة لغزل المحلة، الركلة الخامسة لغزل المحلة، لو سجلوها تعادل إيجابي 5-5، لو ضاعت خلاص الإسماعيلي يفوز ويتأهل لدور الثمانية. الركلة القادمة الخامسة بالنسبة لنادي غزل المحلة، وركلة بقدم محمد جابر، محمد جابر والحارس محمد كوكو. جابر يا ولد يا حريف، يا ولد يا مهاري، يا ولد يا فنان، محمد جابر يحطها روعة على اليمين، ومحمد كوكو راح على الشمال. حتى الآن 5-5، 5-5، 10 ركلات معاناة ترجيحية على أعلى مستوى، يمكن إلى حد ما أقلهم كان ركلة اللاعب حميد ماو، ولكن التسع ركلات جزاء اتعملوا زي ما الكتاب ما بيقول. ركلة وركلة حاليا، الركلة السادسة بالنسبة للإسماعيلي بقدم مين؟ بقدم عماد حمدي. كده مشاهدين الآن ركلة وركلة، عماد حمدي والحارس أحمد ميهوب، أحمد ميهوب واللاعب عماد حمدي، عماد حمدي حطها روعة، حطها جميلة على الشمال، وميهوب راح هناك على اليمين. 6 الإسماعيلي، 5 نادي غزل المحلة، والركلة السادسة الآن بالنسبة لغزل المحلة.
حتى الآن واضح إن عبد الباقي جمال وحمزة الجمل كانوا مهتمين بركلات المعاناة الترجيحية، عشان كده حتى الآن في دقة، في دقة وفي تركيز وفي مهارات عالية في التزييد في ركلات المعاناة الترجيحية. الركلة بقدم أحمد رضا، أحمد رضا، محمد كوكو، أحمد رضا حطها جميلة، حطها جميلة أحمد رضا على شمال محمد كوكو، وكوكو معاه ولكن عالية وقوية. أحمد رضا 6-6 حتى الآن في ركلات المعاناة الترجيحية، في ركلات الحظ الترجيحية، في ركلات العذاب الترجيحية، ولسه حتى الآن المباراة متشابكة بين الكبار، ولسه حتى الآن المنافسة قوية وحامية وصعبة جدا جدا بين غزل المحلة والإسماعيلي حتى وقتنا هذا. الركلة السابعة بقدم مين؟ بقدم مشاهدينا اللاعب ياو أنور، اللاعب ياو أنور، لعبة تقول والحارس أحمد ميهوب والتركيز، ياو أنور، ياو أنور وحطها قوية حلوة جدا على اليمين، قوية على اليمين، وميهوب راح على الشمال. الركلة السابعة باقتدار بالنسبة لنادي الإسماعيلي. حتى الآن ميهوب وكوكو مش قادرين يتألقوا، مش قادرين يصدوا أي ركلة ترجيحية حتى وتنهز. الركلة السابعة بالنسبة لفريق غزل المحلة، والركلة بقدم اللاعب أحمد النادري رقم 34. ماراثون كبير جدا جدا حتى الآن في ركلات المعاناة الترجيحية. أحمد النادري والحارس محمد كوكو، النادري وكوكو، النادري ومحمد كوكو يتألق ويفوز، ويفوز مشاهدينا نادي الإسماعيلي على فريق غزل المحلة، ويصل ويتأهل إلى دور الثمانية لبطولة كأس الرابطة المصرية. أحمد نادري والتصويبة والصد الحلوة على طول من محمد كوكو، يتألق محمد كوكو ويمنع الركلة السبعة لفريق غزل المحلة، عشان الإسماعيلي بعد ماراثون طويل يفوز اليوم على غزل المحلة هنا في أكرودارو. برازيل العرب يتفوق اليوم على أرجنتين مصر، الإسماعيلي 7 ونادي غزل المحلة 6 في ركلات المعاناة الترجيحية بعد ما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي 1-1. الإسماعيلي يصل ويتأهل مشاهدينا إلى دور الثمانية لبطولة كأس الرابطة المصرية، ونادي غزل المحلة وصيف البطل يخرج مبكرا من هذه البطولة من دور ال 16، ولكن خروج بشرف يرفع الراس، لأن الخروج كان بركلات العذاب الترجيحية. ألف مليون مبروك للإسماعيلي وجماله الكبيرة، وهارد لك وحظ أوفر لغزل المحلة وجماله الكبيرة.